100 موضوع أقول بوضوح رسول الله وعلم الكون في شخص يكون فداه الكون حبيب الله تشوف أصحابه نفس الروح عباد الله وفين ما تروح تلاقي الدين في أخلاقهم ومين تابع وكان تابع مكانهم جنة عنوانهم شباب ورجال شداد شجعان يخاف الموت يقابلهم ويجي الليل في صمت الناس تلاوة وذكر تجمعهم فمنهم من بقى قائد جيوش إسلام وصار فاتح ومنهم من بقى عالم رياضة وطب كان ناجح ومنهم من بقى قاضي ميزان العدل وسطينا ومنهم من بقى حاكم بدين الله يحابينا سنين عدت ونفس الناس تشوفهم ناس بتتكرر أسامي وعمر تتغير ونفس الروح بتتكرر أجدادنا علمونا العبادة علم وعمل أخلاق وحياة بيهم تحس بسعادة كانوا قدوة في كل شيء اختر صديقك والطريق علشان تشوفهم في الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم وحلقة جديدة وتابعي جديد تابعي شهير جدا ومحبوب لكل المسلمين وإن كنا ما نعرفش عن حياته كتير أو ما نعرفش يمكن إلا القليل جدا جدا قبل ما أتكلم عنه في خلق حلو قوي لو عشت بيه واتصفت بيه يحبك الناس وتعيش حياة هانئة هادئة خلق الحلم القدرة على مقابلة الإساءة بالحسنة ضبط الأعصاب هدوء النفس عدم التشنج والغضب السريع حليم إنسان حليم صفة جميلة قوي وقليل لما نسمع حد بيتكلم عنها لكن هذا التابعي أجمل صفة فيه صفة الحلم صفة استيعاب الأحداث وعدم الجري في جريانها نتيجة أنك متشنج ومتسرع اهدى كده وخد قرار حكيم بهدوء وحلم ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم طيب ليه ذو حظ عظيم؟ ذو حظ عظيم في الدنيا الحليم دون اللي قادر اللي صاحب نفس كبيرة تقدر تعمل حاجة زي كده حظه عظيم في الدنيا لأنه هيكسب في الدنيا يكسب في الدنيا ويكسب في الآخرة مين اللي هنحكي عنه النهاردة حفيد النبي صلى الله عليه وسلم احنا حكينا عن الحسين واتكلمنا عن الحسين لكن احنا النهاردة هنتكلم عن الحسن الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وانا عارف ان بعضكم هيقول لي الله طب ليه ما قلناهوش قبل الحسين مش هو حتى الأكبر وكان ممكن يبقى ترتيبه في الحلقات قبل ترتيب الحسين لكن أنا الحقيقة تعاملت مع نفوس الناس الحسين يمثل قوة الحق ودفعة الحق والحسن يمثل الحلم فحبيت نمشي مع قوة الحق كما يحب أغلب الناس وبعدين نعرض النموذج الثاني نموذج الحلم وده اختيار مني والترتيب ما هوش أساس في الحلقات لكن شفت ان دون ممكن يعني ينسجم مع الناس اسهل الحسن ابن علي خليني اقول ان الحسن اتولد سنة 3 هجرية واتولد نص رمضان 15 رمضان سنة 3 هجرية وبالتالي احنا نقدر نقسم حياته خمس اقسام اول حاجة قسم الطفولة مع النبي لأن لما مات النبي هو كان عنده 7 سنين فممكن نقول دون القسم الأولاني لأنه اتولد 3 هجرية والنبي مات سنة 10 هجرية فعاش مع النبي 7 سنين وبعدين قسم شبابه وبعدين قسم أو المرحلة الثالثة من حياته في خلافة سيدنا علي بن أبي طالب ودي مدتها 5 سنين لأن سيدنا علي كان مدة خلافته 5 سنين وبعدين المرحلة الرابعة في حياته سنة واحدة السنة دي هي ايه؟
ما بين ما هو بقى خليفة المسلمين 7 أشهر وبعدين تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان في 3 أشهر فدي سنة، وبعدين آخر مرحلة ما بعد التنازل عن الخلافة لغاية وفاته ودي مدتها 10 سنين. دي كده أنا لخصت لكم سيدنا الحسن في 5 مراحل عمرية. تعالوا نبدأ من الأول خالص من المولد. أولا هو أول حفيد للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي ملوش أحفاد قبل الحسن، وهو ابتدى القصة برؤية، رؤية الأم الفضل زوجة العباس عم النبي. أم الفضل دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا، قال مالك؟ قالت رأيت شيئا هالني أزعجني. قال ما رأيتي؟ قالت رأيت جزءا من جسدك يا رسول الله أخذ منك ووضع في بيتي وألقى في بيتي. حاجة رؤية تخوف. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ستحمل فاطمة بغلام، فاطمة بنتي جزء مني، ستحمل بغلام يلقى إليك لترضعيه، أنت اللي هترضعيه. أحيانا يا جماعة الناس تشوف رؤية تقلق و لكن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل هو الاستبشار، والأصل هو البشر، والأصل هو رؤية الجانب الإيجابي. فقال لها الرؤية دي فهديت. بعدها بعدة أشهر السيدة فاطمة حامل، سنة 3 هجرية نص رمضان وضعت غلام، ادوه للسيدة أم الفضل علشان ترضعه. النبي راح فرح جدا، أول حفيد ليه، فقام قايل لسيدنا علي بن أبي طالب سميتوه إيه؟ فقال علي سميناه حربا. سيدنا علي بتاع حرب وبتاع قتال وبتاع معارك، ونفسه ان ابنه يطلع مقاتل حرب، يعني اسم كانت العرب تحبه علشان يخوض المعارك ويقاتل. فالنبي صمت كده وابتسم وقال بل نسميه حسنا. شوفوا النبي واختيار الاسماء. على فكرة في الحسين سيدنا علي عمل نفس الحكاية، سميتوه ايه؟ قال له حربا. قال بل هو الحسين. ويقال ان كان في طفل ثالث للسيده فاطمه سموه محسن بس مات، فقال سميتوه ماذا؟ قال سميناه حربا. قال بل هو محسن. يعني سيدنا علي ماشي في سكه القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي في سكه الرحمه فسماه الحسن. الحسن بعد ما اتولد لغايه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، في مواقف سريعه في حياه النبي مع الحسن وهقولهم بسرعه. الموقف الاولاني موقف النبي صلى الله عليه وسلم جالس في وسط الصحابة ثم قال هذا ملك من السماء استأذن ربه أن يسلم عليه ولم ينزل للأرض من قبل، جاء يقول لي أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة من لأن في كذا سيدة يعني فهي منهم، ويبشرني بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. كانت أول بشرة وأول مرة يتقال فيها الحديث إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ده موقف أو دي لقطة لازم نشوفها عند الحسن. وش معنى الحسن والحسين مع بعض سيدا شباب أهل الجنة؟ هنجيلها بعد شوية. لكن اللقطة التانية الحب الشديد، وإزاي النبي كان بيغمر الحسن والحسين بحب غير عادي. بس في حديث حلو قوي، النبي واخد الحسن وضمه إليه وبيحضنه، فواحد من الصحابة شاف اللقطة دي فقال أهكذا تحبه يا رسول الله؟ بتحبه قوي كده يا رسول الله؟ فالنبي رد ملوش علاقة بالسؤال. هو الراجل بيقول له إيه؟ أنت بتحبه يا رسول الله؟ المفروض الإجابة إيه؟ بحبه. بيحضنه ليه؟ فالنبي رد تاني قوي، بص للحسن وقام قايل إن ابني هذا سيد، ابني ده هيكون عظيم، إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين اختلفتا. إيه ده؟ لا صلى الله عليه وسلم، يعني واحدة واحدة. أولا الراجل بيسأل أنت بتحبه يا رسول الله؟ المفروض إيه؟ الإجابة اللي قالها النبي ملهاش علاقة، ابني هذا سيد سيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين اختلفتا، ايه علاقة الإجابة بالسؤال؟ لا علاقة جامدة قوي. ابني ده
علشان يقوم بدور عظيم في المستقبل محتاج حنان وعطف. انت علشان كده بتحضنه يا رسول الله؟ دي رسالة للآباء والأمهات. عايز ابنك يطلع عظيم، عايز ابنك يطلع رحيم، اديله حنان وهو طفل. اوعى تستقل بالحضن ولا بالبوسة ولا بالطبطبة ولا بالدفء. خلي بالك ده بيديه قوة وانت مش واخد بالك. اوعى تبص للموضوع على انه دلع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كأن النبي برده كان ممكن يرد عليه ويقول له اه، لكن ده بيبعت لنا رسالة. بتحبه يا رسول الله؟ المسألة مش مسألة حبه بس، ده انا عشان يطلع عظيم بديله الحنان اللي يطلعه عظيم. شفته صلى الله عليه وسلم وأصول التربية عشان تطلع بطل. عايز تديله قسوة هيطلع جبار قاسي يقتل ويذبح. عايز تطلعه رحيم يصلح بين الناس ويحقن الدماء زي ما الحسن هيعمل، يوقف الدماء بين المسلمين، اديله عطف واديله حنان. نفسكم ولادكم يطلعوا ايه؟ عشان كده النبي ادى الحسن العاطفة دي. دي اللقطة التانية. اللقطة التالتة والأخيرة اللي عملها النبي مع الحسن، جاء وفد من نصارى نجران يحصل بينهم حوار ومناظرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. فجلس وفد نصارى نجران وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الحوار، حوار وسورة آل عمران شرحت الحوار، حوار طويل طويل طويل، وفي الآخر هم مصرين ويعني مش راضيين يقبلوا بالحق ولا إكراه في الدين. لكن نزلت الآية: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية دي أم رايح جايب أبناءنا مين؟ الحسن والحسين. ونساءنا مين؟ فاطمة. وأنفسنا مين؟ النبي وعلي. وأم قال عباءته وحطتها عليهم. خلي بالكو ده رمز مهم قوي، حط العباءة على العيلة كأنه ضم العيلة في العباءة بتاعته وجواها الحسن والحسين. خليكوا فاكرين العباءة دي هيجي لها دور في الآخر. دي لقطات للحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الصديق وبدأ الحسن يكبر. فإذا بمفاجأة جميلة، إيه؟ أشبه الناس وجها برسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن، لدرجة إن أبو بكر الصديق شايف الحسن جاي فيبص لعلي بن أبي طالب ويبص للحسن، يبص لعلي بن أبي طالب ويبص للحسن ويقول له: والله يا علي ليس شبيها بك، مش أنت، والله هو رسول الله، ده هو رسول الله. وجهه أحمر مشرئب بحمرة، وجهه أبيض مشرئب بحمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، لدرجة يا جماعة ابن سيرين، ابن سيرين اللي بيفسر الأحلام، ابن سيرين لما يجي له واحد يقول له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، يقول له: شبه مين؟ لو قال له: شبه الحسن ابن علي، يقول له: رأيت رسول الله. يعني من كتر الحسن. فلدرجة أن أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحد أشبه وجها برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الحسن. ويقال في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله قال له قبل ما يموت: أشبهت خلقي وخلقي، أنت شبهي كتير. طيب كبر الحسن، تعالوا نشوف مفتاح شخصيته. ما هو كل إنسان له مفتاح شخصية. الحسن إيه مفتاح شخصيته؟ حلم شديد قوي، حليم لا يتكلفها، دي حاجة في سجيته كده، يعني حاجة في دمه. يقابل الإساءة بالحسنة، يعفو عن الناس، يفضل العفو، دي ملامح شخصيته. طب والحسين مفتاح شخصيته إيه؟ القوة في الحق. سبحان الله، الحلم والقوة في الحق. إيه رأيك؟ ممكن تقولي دول عكس بعض، وممكن أقولك دول بيكملوا بعض. عشان كده سيدة شباب أهل الجنة، الشاب اللي عنده الصفتين دول قوي في الحق وعنده حلم، كأن الصفتين دول يجمعوا ما تحتاجوا أمة، كأن الصفتين دول لو توازنوا وتكاملوا في أخين أو في بيت واحد أو في شخصيتين يعملوا تكامل ويعملوا توازن غير عادي في الحياة المحيطة بيهم. وهم كانوا كده، واحد حليم وواحد قوي في الحق.
مش معنى ان القوي في الحق مش حليم، لكن مفتاح الشخصيه والغالب على الشخصيه. ومش معنى الحليم انه مش قوي في الحق، لكن مفتاح الشخصيه والغالب على الشخصيه ده الحسن. الحسن ابن علي حلم عجيب. هو على فكره هو احلى عباده كان يحبها، عارفين ايه؟ يحج ماشي. تخيلوا حج كم حجه ماشي، يطلع من المدينه لمكه 25 حجه ماشي، برضه تركب على شخصيته، على مفتاح شخصيته. ليه؟ الحلم. حج ماشي 25 مرة، لدرجة أن أنس بن مالك بيقول: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أن أحج ماشيا كما فعل الحسن. عرفتوا مفتاح الشخصية؟ الحسن حليم. أظن أنتوا جاهزين دلوقتي تستوعبوا إزاي هياخد أصعب قرار في تاريخ المسلمين. معقولة معاك 90,000 مقاتل ماسكين السلاح وعايزين يخشوا معركة، تقول لهم بس اقفوا أنا متنازل والأمة بتبايعك والمعركة هتدخل؟ إيه الحلم؟ إيه القدرة دي؟ إزاي عرف ياخدها؟ إزاي عرف ياخدها؟ محتاج نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف إزاي خد القرار العظيم وحمى الأمة من الدماء. تعالوا نكمل بعض الفاصل. مليون مبروك. يا سلام عليك، جايزة ب20,000 ريال يا رنا. ألف مبروك. جوائز لهالسنة غير 30 سيارة شفرليه ترافيرز، أيضا جائزة يومية بقيمة 20,000 ريال من اتصالات السعودية، وكل يوم 10,000 ريال وأيضا LCD. أرسل SMS بكلمة حروف على الأرقام التالية حروف وألوف، ورمضان يجمعنا. ضافي القصة على الطرف الخلف حاليا بالأسواق، يا ضنا برك أمك وبرك لبوك، معرفة صاحبك واحترامك لخوك. ألبوم بنات الريف ما كان فيها ممالك إلا وجهه كله. جديد الشيخ مشاري العفاسي، صفوة الأناشيد، في حياة لميول والهواية تمتلك رجال. تقدمها لكم شركة العين العالمية. سنتحدث عن حلول في كافة جوانب الحياة. احنا في مدينة فانغ، كيف تعرف انك كوبنهاجن؟ احنا هنا في اوسلو نرويج، محكمة جوزوملار تركيا، نحن في جمهورية الصين الشعبية. انا هنا نحتاج لتطبيق وعمل وليس كلام كثير. خواطر سبعة يوميا 6:30 بتوقيت السعودية خلال شهر رمضان على NBC1. ٢٧ مليون نسمة هم سكان البلاد. لو أوفى كل فرد منا فرض زكاته لزاد البلاد بركة 27 مليون مرة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. البلاد بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن بن علي بن أبي طالب يعني أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفته ومفتاح شخصيته الحلم، و25 حجة. يا جماعة احنا تخيل 25 حجة ماشي من المدينة لمكة، صيف وشتاء بقى، تخيل الحر، احنا السنة دي صايمين في الحر والدنيا عاملة ازاي والناس والتكييف. تخيل ده بيحج ماشي واحنا بنصور هنا والدنيا حر، وافتح القميص الاقي الدنيا حر هنموت. تخيل ده 25 حجه
حاجة هو شخصيته كده، شخصية الحلم ثم الحلم ثم الحلم. احنا خلصنا مرحلتين من حياته، طفولته مع النبي وشبابه. جه سيدنا علي بن أبي طالب وبقى خليفة المسلمين. احنا دلوقتي سنة 35 هجرية، 35 هجرية تولى علي بن أبي طالب الخلافة، فضل في المدينة شوية ثم انتقل إلى الكوفة، وبقت الكوفة عاصمة الخلافة الإسلامية، واتنقل الحسن والحسين سافروا مع أبوهم لأول مرة يسيب الحسن المدينة، ساب المدينة وانتقل وراح إلى الكوفة وحيبدأ يعيش هناك. والحقيقة الزمن كان اتغير، الزمن كان صعب، كانت أيام صعبة. معاوية في الشام وسيدنا علي بن أبي طالب هو الخليفة، ومعاوية معاه الشام كلها، وسيدنا علي بن أبي طالب أول قرار خده عزل معاوية بن أبي سفيان. والحسن بطبيعته هو والحسين كان لهم رأيين مختلفين. الحسين كان رأيه يعزل، يعني يشور على أبوه يعزل معاوية فورا، والحسن يقول لا تعزله حتى يستتب إليك الأمر ويبايعك بالخلافة ويستقر الأمر لك في الشام، ثم اعزله إن شئت، لكن ما تعزلوش دلوقتي. لكن سيدنا علي بن أبي طالب عزل معاوية، وبدأ معاوية يطلب بدم سيدنا عثمان، ثم يطلب الخلافة، ثم بدأ الصراع، ثم حصلت الحرب، ثم وقوع قتلى، والأمر مستمر. لكن يبدو أن الحسن كان بدأ يشوف أمر. معاوية في الشام ليس له منازع، وعلي بن أبي طالب في الخلافة له 100 منازع. معاوية في الشام معاه فلوس كتير، وعلي بن أبي طالب في كل البلاد التابعة لها الخلافة الفلوس أقل بكتير. علي الناس بتنظر له على أنه استكمال للخلافة، أبو بكر وعمر وعثمان شايفين فيه الشخصيات دي، لكن معاوية شايفين فيه الملك، وبالتالي بيطلبوا من علي ما لا يطلبوا من معاوية. بيطلبوا من علي يبقى زي أبو بكر وعمر وعثمان، ويطلبوا من معاوية مش طالبين منه لأنه مش شايفينه زي ما شايفين علي. فبقت كأن الموجة ضخمة في وجه علي بن أبي طالب، ومعاوية ركبها، وعلي لا قادر يدفعها ولا قادر يجري معاها. وهو سيدنا علي عبر عن كده لما بعض الناس جات له وقالوا له اشمعنى حكمك فيه المشاكل دي ومش زي حكم أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب؟ فرد عليهم ببساطة وقال لهم لأن أبو بكر كان خليفة على مثلي وأنا خليفة على أمثالكم. يعني عايز يقول لهم الزمن اتغير بناس لا تصلح. لكن الحسن يبدو أنه كان شايف كل الكلام ده، العصر والزمن والأحداث في صالح معاوية مش في صالح علي. ويطلع سيدنا علي في يوم من الأيام يصلي الفجر بعد خلافة دامت 5 سنوات، فيطلع واحد من الخوارب ابن محجن ويضرب سيدنا علي بن أبي طالب ويطعنه طعنة شديدة لكن لم تقتله، ويحمل سيدنا علي إلى مقر الخلافة في الكوفة. وأول حاجة بعد ما يجرح يستدعي الحسن وقال يا بني قبضتم على من طعنني؟ مسكتوه؟ قال نعم. قال يا بني أرفق بأسيرك، أرفق بأسيرك اللي قتله، يا بني أرفق بأسيرك فنحن أهل البيت أهل الرحمة والمغفرة، وأطعمه واسقه ولا تروعه، فإن أنا مت فاقتص منه، وإن أنا عشت فأنا أولى بالعفو. يا جميل قوي سيدنا علي بن أبي طالب، هو فعلا امتداد للخلافة وامتداد لنزعة جميلة. وتخيلوا الوصية دي يا جماعة، ده مش واحد قتله، ده في ناس بتبهدل وبتأذي جيرانها وخدمها وناس بتشتغل عنها جاية من بلاد غريبة ويمكن صلة أرحمها، وعلي بن أبي طالب بيوصي باللي قتله وبيوصي ابنه بكده أرفق بأسيرك، وبيوصي ابنه الكبير وابنه الحليم بيوصي الحسن ابن علي أرفق بأسيرك. وبعدين يبدأ الناس تدخل على علي ابن أبي طالب ويقولوا له من توصينا بعدك؟ مين يبقى الخليفة بعدك؟ فقال أترككم على ما ترككم عليه أبو بكر الصديق، والله لا أستخلف عليكم أحدا. أترككم كما ترككم النبي، والله لا أستخلف أحدا.
فالناس متلخبطة، فقالوا نبايع الحسن. أول مرة بقى يجي اسم الحسن خليفة، نبايع الحسن. فقال لا أمركم ولا أنهاكم، والله أمضي منها وأخرج منها كما خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أستخلف عليكم أحدا. وبعدين ينادوله الطبيب، لسه ما ماتش، فينادوله الطبيب فيبدأ يكشف، وبيقول لك جاب كده رئة شاة وبدأ يشوف. فقال يا أمير المؤمنين إنك ميت، ما مالكش حيل. فأوصي يا أمير المؤمنين، قول الوصية بتاعتك. فنادى الحسن. تخيل، تفتكر وصية سيدنا علي بن أبي طالب إيه؟ والله يا جماعة حاجة في رمضان، الوصية الأولى والأساسية لعلي بن أبي طالب إيه؟ قال أين الحسن؟ جاء الحسن. قال أين أخاك؟ جاء الحسين. قال اسمع، والله لا أوصيكم بشيء إلا صلة الرحم. يا ترى يا جماعة في حد قطع رحمه في رمضان؟ علي بن أبي طالب وهو بيموت بيوصي بصلة الأرحام، لا أوصيكم بشيء إلا صلة الرحم، والله صلاة قليلة وصيام قليل مع صلة رحم تهون الحساب يوم القيامة. تخيلوا يا جماعة، يا دوب تحافظ على الفرائض وتصوم رمضان وما تعملش سنن كتير، لكن توصل رحمك. علي بن أبي طالب بيقولك كده، يهون الحساب يوم القيامة. إيه رأيك؟ إيه رأيك في كلام سيدنا علي بن أبي طالب؟ وبعدين بدأ بقى يقول الله الله في الصلاة، الله الله في الخدم، الله الله في الفقراء والمساكين، الله إيه يا سيدنا علي، بيوصي بالضعفة كلهم. ويموت علي بن أبي طالب وهو بيقول لك فظل يردد لا إله إلا الله ولا يقول غيرها حتى مات. مات ودفن في الكوفة في مقر الخلافة. ولما دفن جري أهل الكوفة، مين اللي صلى عليه؟ الحسن هو اللي صلى عليه. أول ما صلى عليه ودفن، فإذا بالناس في الكوفة كلها تجتمع على الحسن، نبايعك على الخلافة. فصمت قليلا. يعني هل ما كانش متوقعها؟ ولا متوقعها وعارف تبعات دون؟ طب ومعاوية؟ طب وهدخل في حرب جديدة؟ طب أنا كان عندي رؤية في اللي بيحصل للمسلمين. ففضل متردد لغاية ما طلع واحد. مين؟ قيس بن سعد بن عبادة. فاكرين يوم فتح مكة كان مين ماسك لواء الأنصار في فتح مكة؟ سعد بن عبادة. فقام قايل اليوم يوم الملحمة، فالنبي ما عجبتوش الكلمة فعزله وعين ابنه قيس بن سعد بن عبادة. يعني ده راجل جامد في الصحابة، ده اللي كان ماسك اللواء يوم فتح مكة، لواء النبي صلى الله عليه وسلم، لواء الأنصار، وهو أكبر سنا أكيد من سيدنا الحسن، لأن سيدنا الحسن كان 7 سنين ولا 5 سنين ساعتها. فقيس بن سعد بن عبادة قام واقف على المنبر، قال أيها الناس أنا أبايع الحسن بن علي. فالحسن لما لقى قيس، وبعدين قيس والي خراسان، وبعدين قيس معاه 40,000 مقاتل، لا ده مش واحد عادي يا جماعة. فلما معاه 40,000 مقاتل يبايع الحسن، يعني كل دول بيبايعوا. فمد إيده يبايع، فالكوفة كلها بايعت في نفس اليوم. فتعرف في العراق وفي كل البلاد المحيطة إن قيس وإن الحسن بقى هو الخليفة، فجريت الناس تبايع. طب بس معاوية على موقفه، معاوية يريد الخلافة، ومعاوية يرى أنه هو أحق بالخلافة، ومعاوية معاه مقاتلين، والشام فيها فلوس وفيها مقاتلين، بس هو دلوقتي بعد ما انضم إليه الناس بقى معاه 90,000 مقاتل، هيقعد خليفة قد إيه؟ 7 أشهر. طب ليه استنى 7 أشهر؟ ينفع نكمل؟ ينفع نكمل. طب ها كل يوم ناس بتبايع، كل يوم ناس بتبايع، استقر الأمر؟ لا لسه ما استقرش. ليه؟ معاوية مصر على موقفه. طب وبعدين؟ شكلها رايحة في سكة الحرب، يعني هيحصل إيه؟ معاوية يستعد للقتال، في جيش طالع. طب واللي معه الحسن عايزين يقتلوا كلهم؟ هو جرب أهل، يعني في ناس وفي ناس لأ، والدنيا مش واضحة. لكن قيس بن سعد بن عبادة ب40 فاهمين أنا عايز أقول لكم إيه؟ الأمور رايحة جاية، والأمور والجيوش استعدت، وحيبقى في حرب. وإحنا دلوقتي سنة 40 هجرية، بعد 40 سنة من وفاة النبي، وبقالنا 5 سنين
فترة علي بن أبي طالب في حروب وعدم استقرار، وقبليها سنتين آخر زمن سيدنا عثمان بن عفان، يعني 7 سنين في حالة قتال. إيه رأيك؟ تعمل إيه يا سيدنا الحسن؟ وإذا به ياخد قرار عجيب قوي، والله صعب يا جماعة، عايز نفس كبيرة قوي، عايز نفس مش بتاع الدنيا، صعب قوي. على فكرة هو كان له كلمة حلوة قوي تبين لك هو سبب حلمه إيه والقرار اللي هياخده إيه. يقول لك إيه؟ من نافسك في الدنيا نافسه في الآخرة. عمر حد بيفكر كده؟ لو لقيت واحد بيسبقك في الدنيا اجري واسبقه في الآخرة، علشان كل إنسان جواه حب تنافس، ما احنا بشر. فهو بيقول لك لما تيجي جواك طاقة غل عايز اسبق فلان فيسبقك في الدنيا سيبها له، بس عشان تطلع طاقة المنافسة اللي جواك نفسه برضه بس في الآخرة. فقرر ينافس معاوية في الآخرة، وهياخد قرار رهيب ويطلع أمام الناس ويجمع 90,000 مقاتل، بيقول لك في مشهد لم يجتمع فيه هذا العدد من قبل، ويقول خطبة السلام، خطبة التنازل: أيها الناس، لقد كانت رؤوس العرب بيدي، أسالم بها من شئت وأحارب بها من شئت، وأنا اليوم أتركها لوجه الله تعالى. لسه مش فاهمين الناس عايز يقول إيه. أيها الناس، اختلفت أنا ومعاوية على هذا الأمر، فإن كان هو أحق به مني فقد تركته له، وإن كنت أنا أحق به منه فقد تركته ابتغاء وجه الله تعالى. والله لا أقدر لكي أرضيكم، ما انتوا 90,000 مقاتل عايزين يحاربوا، والله لا أقدر لأن أرضيكم أن يأتي في يدي دماء يوم القيامة. أيها الناس، قد تنازلت لمعاوية بن أبي سفيان عن الخلافة. فارتج 90,000 ما بين ناس بتقول الله أكبر، وما بين ناس بتقول أتترك الخلافة، أذللت المسلمين. مين واقف ضده؟ قيس بن سعد بن عبادة، وهو مصر على رأيه، والله لا يختلف على يدي. طب ومين غضبان؟ الحسين، سيدنا الحسين رافض اللي هو بيقوله. طب إيه اللي ثبته؟ قال: يا حسين، أتذكر أمي يوم قالت لنا أن رسول الله، أن جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين اختلفتا؟ هي هذه يا حسين. فالحسين سكت على مضض، لكن كانت النتيجة إنه بعت لمعاوية: أتنازل وياك عن الخلافة. على فكرة يا جماعة والله ما سهلة. على فكرة في واحد ممكن يقول إيه؟ أنا أقدر أعملها، بس يشوف وراه 90,000 ما يقدرش ياخد القرار، يضطر يمشي في سكة هو شايف إنها مش صح، لأن الحسن شايف إن الزمن لمعاوية، يمشي في السكة عشان يبقى بطل. لا، هو شاف غير كده. هتقولي طب ما الحسن شاف غير كده ومات شهيد. أنت ناسي الحلقة بتاعت سالم بن عبد الله بن عمر كل يلزمه اجتهاده؟ وكأن حلاوة الأمة الإسلامية في التنوع الرائع ده، الحلم وده القوة في الحق، وده اللي ترك الفتنة ورفض يدخل فيها. حاجة جميلة قوي إنك تجد صحابة بهذا النضج. فرفض وأنبعت لمعاوية: مستعد أن أتنازل لك عن الخلافة. طبعا معاوية ما صدقش، معقولة؟ بثلاث شروط. لا، ده ما سابهاش كده، ده حط ثلاث شروط: واحد، أن يكون الأمر من بعدك شورى بين المسلمين، ما تديهوش لحد من بعدك يبقى شورى بين المسلمين. 2، ألا يسب علي بن أبي طالب على المنابر في الشام. 3، أن يكون هناك مال، فلوس تعطى إلي أنفقها على آل بيت رسول الله وعلى أهل المدينة أعوضهم عما فاتهم. طبعا معاوية شاف الثلاث شروط وافق فورا. طب وبعدين؟ لازم يتقابلوا عشان يعملوا التصالح والتنازل. معقولة هيقف الاتنين قدام بعض؟ ايه قوتك ده يا سيدنا الحسن؟ طب فين المكان اللي هيجتمعوا فيه؟ هيجتمعوا في مكان عظيم في الكوفة. هو اللي اختار مقر العاصمة عند سيدنا علي بن ابي طالب. جميلة من سيدنا الحسن. ويجي معاوية من الشام، وجه معاوية، تخيل بقى المكان، وتخيل الأعداد الخرافية، مكان ضخم جدا 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 وأعداد رهيبة. وقف الحسن وألقى الكلمة بتاعته
وقام قايل في آخرها: أيها الناس، قد تنازلت عن الخلافة لمعاوية، فقوموا فبايعوه. خلاص، فقامت الناس فبايعت معاوية، وهو خد بعضه وساب الكوفة وخد أهل بيته ورجع عن المدينة. طول ما هو رجع في السكة في البلاد اللي بيعدوا عليها ناس تمدحه وتقول له جماعة المسلمين. على فكرة العام ده سمي عام الجماعة، لأن الأول مرة يجتمع المسلمين على خليفة واحد على رأي واحد وتحقن الدماء من 7 سنين. وناس تقول له ضيعت المسلمين وأذللت المسلمين، فيقول لهم: لا والله ما أذللتهم، بل أردت لهم العزة وحقن الدماء. فضل كده لغاية ما دخل المدينة. بيقولك وهو داخل المدينة مفيش يوم أشبه بدخول الحسن للمدينة إلا يوم دخول النبي، يوم طلع البدر علينا، يوم ما هاجر من مكة المدينة. طلعت المدينة كلها تستقبله، حقن الدماء. فضل في المدينة 10 سنين، تفرغ للعلم، ما كان متفرغ لشيء غير للعلم. على فكرة الحسن تزوج كتير، وأغلب ذريته ماتوا، أو أغلب ولاده ماتوا مع الحسين في كربلاء، ولم يبقى من ذريته إلا 2. هم اللي جي منهم كل ذريته الولاد، وبنت السيدة نفيسة جي منها باقي أولاده وأحفاده. الحسن بن علي 10 سنين في المدينة، بس ال10 سنين معاوية قلقان منه، ويتابع أخباره بدقة لغاية ما مرض مرض شديد. في بعض الناس بيقول إن هو وضع له السم من معاوية، وده كلام ما فيش عليه دليل، وما ينفعش يتقال، لأنه كان تنازل عن معاوية، وما ينفعش يتقال كده كلام جزافا. لكن هو الحقيقة إن هو تعب تعب تعب، ويبدو إن هو في مرض الموت. فنادى الحسين أخوه، قال: إذا أنا مت فادفني مع جدي رسول الله بجوار النبي وأبو بكر وعمر في نفس الحجرة. فقد استأذنت عائشة فأذنت، أنا استأذنت عائشة وأذنت، فإذا أنا مت فارجع إليها فاستأذنها، إلا إذا رفض معاوية أن أدفن مع رسول الله، فإن رفض فلا تقاتله يا حسين، ولكن ادفني في البقيع مع المسلمين. وهو بيموت بكى، فقالوا له: ما يبكيك يا ابن بنت رسول الله، وأنت مبشر أنك سيد شباب أهل الجنة؟ فقال: أبكي للوقوف بين يدي الله، الوقفة بين يدي الله السهلة، وأبكي لفراق الأحبة في الدنيا. رقيق قوي. مات الحسن وجري الحسين على السيدة عائشة: ممكن يدفن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: طبعا نعم، يدفن في الحجرة المباركة. لكن معاوية أرسل: لا يدفن أبدا في حجرة رسول الله. فالحسين قام مطلع سلاحه سيفه يريد أن يقاتل: لا، سيدفن. فجيه أبو هريرة قال: أذكرك بما قاله الحسن. فوضع سيفه وحمل الحسن ودفن في البقيع. آلاف الآلاف خرجت، لدرجة بيقولك لو رميت إبرة ما تنزلش على الأرض، تنزل على دماغ بني آدم من أعداد الناس المتكبسة علشان تحضر دفن الحسن. مات ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، ووقف على قبره أبو هريرة وقال: مات حبيب رسول الله، وأشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. دي قصة الحسن. عايز أقولك إيه في الآخر؟ أنت حليم؟ أنت فيك الصفة دي؟ هل لو مشيت في سكة ولقيت إنها هتؤدي لمشاكل مع مراتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع صلة رحمك، مع البلد كلها، هل ممكن تعدل طريقك وتقول لأ؟ هل عندك قوة النفس دي؟ هل أنت نفس كبيرة زي الحسن؟ إيه رأيك في الحسن؟ أنت حبيت الحسين، لكن كمان لازم تحب الحسن، لأن هما التوازن بين الحلم وبين قوة الحق. أشكركم جدا، وبالليل نناقش الحسن والحسين على عمري خالد دوت نت وعلى عمري خالد بيج على الفيسبوك. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجد.